وأما بالحديث مشاهدينا عن أول قائد في الإسلام عبر بجيشه صحراء بادية الشام أو ما يعرف بصحراء السماوة، فقد كان الصحابي خالد بن الوليد، وذلك بعد أن جاءه أمر الخليفة الصديق رضي الله عنه بسرعة التوجه إلى بلاد الشام ليكون على رأس جيوش المسلمين هناك التي كانت تتهيأ للوقوف أمام جيوش الروم الجرارة في اليرموك، وحتى يتمكن من الوصول مبكراً إلى هناك قبل نشوب المعركة، فإنه سار بمن معه من الجنود وقصد أقصر الطرق، إلا أنها كانت أخطر تلك الطرق، فقد كانت شديدة الوعورة، قليلة الماء، وغير مطروقة على الإطلاق، لكنه رضي الله عنه عزم على سلوك هذه الدرب المخيفة على رغم كل تلك المخاطر، فاجتازها في 5 أيام مستعيناً بالله عز وجل.